طبيخ اللوبيا باللحمه. اللوبيا دي طبعا معروفه، اللي هي اللوبيا اللي هي احنا بنسميها ام عين سودا. مش عارفه ليه يعني، هي عشان انا سودا دي بيسموها كده، اللوبيا ام عين سودا هي دي. فاللوبيا طبعا لازم ننقعها، ننقعها قبليها بيوم، ما تسلقهاش على طول. ليه بقى؟ يعني بتبقى طبعا افيد كتير جدا، بيطلع الغازات اللي فيها في الميه، بغير الميه واروح ايه، واروح شطفها. بس هي صحيا ان انا لازم انقع اللوبيا، اي بقوليات، اي حاجه في فصين، لوبيا، فاصوليا، فول، اي حاجه في فصين لازم تتنقع قبليها بيوم، ما تكون ناشفه يعني. انقعها في ميه واغير الميه وبعدين ابدا اسلقها في ميه عادي خالص. بس اسلقها بتبقى بالشكل ده يعني. حاولي ما تجيبهاش الدرجه دي، حاولي يكون اقل سنه يعني، ما تخليهاش تتهري في السلق يعني. انا كده بالنسبه لي دي اتهرت، دي كده مسلوقه زياده عن اللزوم. تمام. طيب احنا بنعوز ايه اللوبيا باللحمه دي؟ انا عايزه لوبيا طبعا. الكميه اللي انت عايزاها اللوبيا بترمي كتير جدا يعني، اللوبيا لما اجي اعمل مثلا نص كيلو ده يكفيكي ثلاث مرات، لو عيله ست افراد مثلا يكفيكي ثلاث مرات، بيبقى كتير كتير يعني، بيرمي كتير جدا. الربع كيلو ده بص قد ايه كتير. تمام. فانا هجيب لوبيا ربع كيلو وابدا اسلقها. اللحمه بقى نص كيلو، كيلو اللي تفضليه زي ما انت عايزه. هياخد حوالي نص كيلو من الطماطم، بصلايه كبيره، معلقه ثوم مفروم، ومعلقه من السمن. طبعا انا بحب اديكم معلومات مع الطبخه، مش تبقى الطبخه بس، بحيث ان احنا نستفيد من ايه، من كذا حاجه يعني. فنقول بسم الله. هناخد بس الايه، معلقه سمن كبيره، معلقه سمن كبيره، انا هنا اللي هعمله ان انا هسوي اللحمه في وسط الطماطم واللوبيا، تبقى كلها ما فيهاش شوربه. النهارده مفيش شوربه، كلها مع بعضها. تمام. هسخن السمنه قوي وانزل عليها اللحمه. تمام. طبعا هنا انا عاملاها هوبر عشان على الطريقه القديمه، انما انت ممكن تعمليها قطع صغيره، هيبقى عادي جدا لما تعمليها مثلا حاجات صغننه تتمسك مع الرز كده، ممكن تعمليها صغننه خالص كده. بصوا بقى، بصلايه حلوه كبيره كده على اللحمه. ولو اكبر من كده كمان يبقى احسن. وبعدين اسيبها بقى اللحمه دي تخش في استوى معاها بس شويه فلفل اسود كده. وتروحي مغطيه عليها وسايباها. هتسيبيها قد ايه؟ هتسيبيها حوالي يعني مثلا 10 دقايق، ربع ساعة، كل شوية بص عليها وقلبي، كل شوية بص عليها وقلبي، لغاية ما تخش في الايه، في السوا. ليه بقى؟ حتى انا ممكن حتى دلوقتي ازود عليها ايه، بس بعد ما لقيتها نشفت مثلا، لقيتها نشفت وهي لسه ناشفة قوي يعني، ما دخلتش في السوا خالص، اروح حاطه لها شوية مية صغيرين لغاية ما اتأكد ان هي خلاص داخلة في السوا يعني، خلاص هتستوي، اروح حاطه لها عصير الطماطم. ليه بقى بقول لك كده؟ لان انا لو حطيت لها عصير الطماطم من دلوقتي، او حطيت لها عصير الطماطم بدل شويه الميه اللي بقولك عليهم، او لو تخش في السوى، هتلاقيها نشفت معاكي قوي. الطماطم بتعطل سوى اللحمه يعني، لما اجي احط الطماطم على اللحمه تقعد كتير جدا 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 لما تستوي، غير لو حطيت لها شويه ميه. تمام. فانا عشان اسهل يعني، هما كانوا زمان لا يحطوا عصير الطماطم على طول يعني، يشوحوا اللحمه كده والبصل ويروحوا حاطين عصير الطماطم وسايبينها بقى، كل شويه يبداوا ايه، يزودوها شويه ميه، يسيبوها تتسبك وبعدين يزودوها شويه ميه لغايه ما تستوي. فده كان بياخد معاهم فتره كبيره جدا يطبخوا، بتقعد كتير كتير، ساعتين مثلا ولا حاجه، ساعتين وشويه عشان يطبخوا لنا شويه لوبيا. احنا بنسهل على نفسنا شويه، هي هي اللحمه باللوبيا، بس ان انا بخليها تعمل ايه، بسويها بشويه الميه وبعدين احط عليها الايه، عصير الطماطم يعني. بصوا الحله دي انا هفضل شغاله فيها لغايه اخر الحلقه. بصوا بقى، انا حطيت عصير الطماطم على اللحمه بعد ما لقيت ان هي خلاص يعتبر استوت او دخلت في السوى، واسيب بقى عصير الطماطم ده، بصوا لسه حتى خفيف، يتسبك مع الايه، مع اللحمه، تكمل اللحمه سواها مع الايه، مع الطماطم لما تتسبك. الصلصه خلاص والتسبيكه لازم احطها. الثوم بيتحط في ثلاث مراحل، يا اما بحطها مع البصل الاول، يا اما دلوقتي كده مع، انا بحبها مع الصلصه قبل ما انزل اللوبيا، يا اما في ناس بتعمل لها طشه يعني، في الاخر بتحمر الثوم وتحطها، دي مش بحبها خالص. صراحه يعني، حطينا بس كوبايه ميه كده معاها
واظبط لها بقى ايه الصوص اللي انا عايزاه. يعني انا عايز الطبيخ شكله ايه؟ الطبيخ طبعا بيبقى فيه الخضار وفيه اللحمه وفيه شويه الصوص او اسمها ايه التسبيكه دي، تبقى معقوله يعني، لا هي تقيله قوي ولا خايفه قوي. لوبيا باللحمه جامده جدا.